أسعى لخلاقي وأقصد وجهه، أسعى لخلاقي وأقصد وجهه، وعن المسير إليه لن أتخلف. يا مالك الروح، يا أكرم من عفا. إن قيل من قلت امرؤ، إن قيل من قلت امرؤ في ربه ساعي، وهذا بانتسابي قد كفى. لا والذي فطر الأنام بفضله، إني بغير الله لن أتشرف. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله 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 الله، لا لا إله إلا الله. وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا. الله 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 الله، لا لا إله إلا الله. فما في الغنى أحد مثلكم
وفي الفقر لا عصبات مثلنا. الله 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 لا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك وصفوتك من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد شمس الهداية، اللهم صل على سيدنا محمد كنز العناية، اللهم صل على سيدنا محمد سبب معرفة خلقك بك، اللهم صل على سيدنا محمد شفيع خلقك بين يديك، اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتنا إليك، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير، دبر لنا يا رب فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، صلاة يملأ نورها الخافقين، صلاة تجعل نورها وبرها وسرورها في قبورنا وفي قبور آبائنا وأمهاتنا وبين يدي شيخنا من ساعتنا هذه إلى يوم القيامة. اللهم إنا عبيدك الفقراء، إنا عبيدك الضعفاء، يا رب جئناك في ليلة من ليالي رحمتك وفي ليلة من ليالي برك وإحسانك وتفضلك على خلقك، جئناك يا رب ندعوك متذللين متوسلين، جئناك يا رب ندعوك متذللين متوسلين إليك بحبيبك سيدنا محمد. اللهم إنا نعلم أنه ليس بين عبادك من هو أفقر منا ولا من هو أعصى لك منا، يا رب إنا نعلم أنه ليس من عبادك يا رب من هو أكثر ذنوبا منا، إلا أننا نعلم يا رب أنك أنت الرحمن الرحيم. نسألك يا عفو يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، وتولانا بعنايتك. اللهم تولانا بعنايتك، اللهم حفنا برعايتك، اللهم امددنا بمدد التوفيق، اللهم امددنا بمدد التوفيق، اللهم اجعل لنا قرة العين في أهلينا وذرارينا وفي كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنك ابتدأتنا بالإحسان، أنت خلقتنا وأنت هديتنا وأنت حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وأنت حببت إلينا الطاعة وأنت سقتنا إليها وأنت قويتنا عليها، وأنت جمعتنا في بيت من بيوتك في ساعة من ساعات رحمتك، جمعتنا يا رب على غير أنساب بيننا تجمعنا، وعلى غير أمر من أمور الدنيا نجتمع عليه، جمعتنا يا رب على طاعتك ومحبتك. نسألك يا رب كما خلقتنا وهديتنا وقويتنا وجمعتنا على طاعتك في بيتك يا رب، نسألك ألا تردنا خائبين، أن تجعل لنا في ساعتنا هذه إكراما يليق بفضلك وعطاء يليق بجودك، أن تنظر لنا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا، أن تنظر لنا نظرة عفو تتجاوز بها عن ذنوبنا وزلاتنا وتعفو بها عن تقصيرنا وترفع درجاتنا وتقوي هممنا وتصلح أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين،
اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل لنا قرة العين يا مولانا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنا نسألك ونحن نوقن أنك تسمعنا، وأنك ناظر إلينا، وأنك يا رب قادر على أن تجيب دعانا، يا من يرانا ويسمع دعانا، يا من يرانا ويسمع دعانا، يا من يرانا ويسمع دعانا، ويا من حاشاه أن يردنا خائبين، يا من يستحيي من عباده إذا رفعوا إليه يديهم أن يردهم خائبين صفرا. اللهم يا من تستحيي من عبادك، جاءك عبادك الفقراء، أتاك عبادك الضعفاء، أتاك أصحاب الحاجات يسألونك من واسع فضلك فاقض حوائجهم. اللهم لا تردنا عن بابك إلا وقد قضيت حوائجنا وغفرت ذنوبنا. يا رب نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين بك، وأن تجعلنا من أهل رزق الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا من الأخلاق أحسنها، وارزقنا من الرزق أوسعه يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا مولانا من أهل العلم، واجعلنا من أهل دلالة خلقك عليك، واجعل أفئدة الناس تهوي إلينا، وألن لنا قلوب عبادك حتى ينتفعوا بقول نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أجريت على أيديهم خير خلقك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أجريت على ألسنتهم حاجات خلقك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أجريت على أيديهم نفع خلقك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أجريت على ألسنتهم حاجات خلقك. اللهم يا رب نور قلوبنا بنور ذكرك ونور معرفتك، وفرج همنا ونفث كربنا، واجعل لنا قرة العين في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنك تعلم ما أهمنا، وتعلم ما أغمنا، وتعلم ما لنا من حاجة وإن أخفيناها في ضمائرنا ولم تذكرها ألسنتنا. يا رب يا من يعلم ما في سرائرنا، يا من يعلم ما في سرائرنا، يا من يطلع على قلوبنا ويعلم ما في خواطرنا وما في سرائرنا، نتوسل إليك بحبيبنا سيدنا محمد الذي ما خاب من توسل إليك به. نتوسل إليك يا رب بذلنا واعترافنا بتقصيرنا، نتوسل إليك يا رب بشيخنا، ونتوسل إليك بالصالحين من آبائنا وأجدادنا إلى منتهى آدم. يا رب ما تعلم في أسرارنا من حوائجنا فقضيه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا من أرادنا بكيد، يا رب اصرف عنا كيد من أرادنا بكيد، وشر من أرادنا بشر. اللهم اصرف عن بلادنا كيد من أرادها بكيد، وشر من أرادها بشر. يا رب من أراد هذا المجمع ومن أراد دينك بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا المجمع ودعاة هذا المجمع وأبناء هذا المجمع من أرادهم بسوء وشر، ومن كاد لهم اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا رب إنا ضعفاء، إنا فقراء، وأنت القوي يا رب وأنت الغني. نسألك يا قوي يا غني أن تصرف عنا وعن أحبابنا شر كل ذي شر، وشر من أرادنا بشر. اللهم يا رب اجعل هذا المجمع عامرا بالذاكرين، اجعله يا رب عامرا بالذاكرين، عامرا بطلاب العلم، واجعل أنوار الذكر والعلم باقية فيه إلى يوم القيامة. اللهم اجعل أنوار العلم والذكر باقية فيه إلى يوم القيامة. اللهم يا رب زدنا فيه من كل خير ولا تنقصنا، يا رب زدنا فيه من كل خير ولا تنقصنا، زدنا فيه من كل خير ولا تنقصنا. اللهم من نظر إليه بإحسان
ومن أحسن إلى إخوانه، ومن أحسن إلى أحبابه، اللهم فأكرمه بكرامة الدنيا والآخرة. يا رب إن من إخواننا من كان وفيا مع شيخه، اللهم ما زال ينفق في سبيل الله، وما زال ينظر إلى هذا المجمع بإحسان، اللهم فزده من كل خير، واجعل له عاقبة الخير، واجعل له قرة العين في كل نعمة أنعمت بها عليه بفضل منك يا مولانا يا كريم. اللهم اجمعنا على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع شيخنا وأشياخنا ووالدينا وذرارينا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب، واجعلنا من أهل البشرى، واجعلنا من أهل الفوز. اللهم اجعلنا من أهل البشرى، واجعلنا من أهل الفوز. اجعلنا ممن ينظر لهم حبيبك سيدنا محمد نظرة رضا. اللهم اجعلنا ممن ينظر لهم حبيبك سيدنا محمد نظرة رضا ونظرة محبة، ونسقى من كفه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ربي إنا وإن عصيناك إلا أن يا ربي نحبك، يا ربي إنا وإن أذنبنا إلا أن يا ربي نحبك، ولكن يا ربي زلت بنا قدمنا وغلبت علينا شقوتنا. اللهم فنسألك يا واسع الفضل يا كريم بما تعلم من أننا نحبك ونحب نبيك أن تغفر لنا وأن تعفو عنا اللهم، وألا تفضحنا يوم نلقاك، وأن تجعل لنا زيادة من كل خير، وأن تجعل لنا الحياة يا مولانا زيادة من كل خير، حتى نلقاك على أحسن أحوالنا، وحتى نلقاك على أحسن أعمالنا. نعوذ بك يا مولانا أن نفتن في هذه الدنيا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، ثبتنا بقولك الثابت، دلنا بك عليك، واجعل النور في قلوبنا، واجعل النور في أبصارنا، واجعل النور في عقولنا. اللهم واجعلنا من أهل الفوز في الدنيا والآخرة بفضل منك يا مولانا يا كريم، واجعلنا يا مولانا من أهل ليلة القدر، واجعلنا يا مولانا من أهل القدر فيها. وصل على سيدنا ونبينا محمد وآله، وتقبل منا يا مولانا بأسرار الفاتحة.